خليني أرجع لمؤسسة الأسرة. يعني في كثير من الأحيان يصير خلافات ما بين الزوج صحيح. والزوجة صحيح. والبعض يرى أنه مثلا لو يعني أحد حتى منهم راجع مثلا طبيب نفسي لعرف أنه كان مثلا عنده علة نفسية، أو ربما الطرف الآخر ما يدري صحيح. أن شريكه ترى عنده يعني اضطراب نفسي صحيح. هذا يمكن أثر بشكل كبير على كثير من العلاقات الزوجية، انتهت بالطلاق صحيح. صحيح. عندنا وغيرها. خليني أعطيك مثل، نحن دائما نشوف لما عندك أحد يقول لك والله عصبي إيه؟ والله أبونا مثلا عصبي ولا زوجي عصبي، حتى درجة العصبية في عصبية طبيعية وانفعال لموقف معين، وفي إنسان عصبي دائما وعنده انفعال دائما، هذا إيه؟ معناته عنده اضطراب، ما يقدر يمسك أعصابه، كل يوم مسوي لهم مشكلة. في فرق بين إنسان ينفعل في موقف معين بين فترات متباعدة، وفي فرق بين إنسان عنده انفعال وعصبية دائمة. طبعا إذا صار بعد بالأسرة بين الزوجين، العيال إيش يشوفوا قدامهم؟ نحن أيضا نعرف كمان أستاذي أنه المرض النفسي هو أحيانا في بعض الأولاد أو بعض الأفراد يكون عندهم استعداد، يعني لأنه جزء المرض النفسي جزء منه وراثي، جزء منه بيولوجي، جزء منه شيء مكتسب من الأسرة. من اللي يشوفه إذا مشاكل دائما بين الأم والأب، الزوج والزوجة، إيش تأثيرها؟ بعضهم يجي يقول لك طب أنا ربيت 4 أولاد، إيش معنى هذا الولد هو اللي صار عنده اضطراب ولا صار عنده إشكالية نفسية؟ نيجي نشرح لهم، هو عنده استعداد أكثر من أخوانه، هو عنده الجانب الجيني أكثر مثلا من أخوانه. طيب.